كان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا جنينا المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا خالتي خير خالتي علامة صاير شيء؟ ما شيء عابد بس مازن مازن ما رجع لحد الحين مازن مازن مر علينا السوق احنا كنا قاعدين في السوق قاعد شوية وبعدين صار وانا بعد زقرته مازن مازن هين صاير ما رد علي ما ادري يا عابد ما ادري ما ادري ليش تأخر لحد الحين زين خالتي هو ما قال لك هين صاير؟ قال يا عابد قال انه ساير بيت عم يابر عم يابر؟ غريبة زين خالتي تبين مني شيء الحين أحسنت يا عبد أحسنت سير ارقد أقول خالتي هيش رايك أسير أشوفها سير ارقد يا عبد سير لا خالتي أنا بسير أشوفها وما برد إن شاء الله إلا هو معي يلا مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا عبد ليش تأخرت يا ولدي يا مازن؟ اسمع يا مازن أنا عندي الحل إيش الحل يا عمي؟ قول أنا الله يسلمك من زمان أدور على حد يشتغل معي محاسن وكنت بقول لك بس متردد حالش متردد يا عمي؟ أنا حاضر ومستعد حتى من اليوم لا في اليوم ما ينفع أنا أباك بعد أسبوع حالش بعد أسبوع يعني؟ لأني أباك تشتغل بمحاسن في اللينج اللي بيسافر الهند الهند؟ يعني بسافر الهند؟ يا ولدنا ما بحصل أحسن منك يحافظ على أموالي وبعدين هاي فرصتك أنك تجمع المهر وزيادة آه عمي بس بس هيش؟ خايف؟ لا ما خايف ما خاف من هيش يعني أنا يكون خايف من أمك لا يا عمي هو ما خوف بس حاتي كيف بكلمها في الموضوع وأنا عارف ردها شوف يا مازن أنت ما بتلاقي أحسن من هذه الفرصة وأنت ورايك عاد أنا موافق بتسافر يعني؟ نعم بسافر زين وأمك إذا ما وافقت يا مازن والله ما أعرف بس أنا عمي لازم أسافر لازم يلا عمي أنا سرت عنك شايف خاطرك رامسين يا ولدي بعدها تول الليل هناك أمي تحرسني وبتحاتيني يلا ماشي يلا يا ولدي بحفظه يلا صباح بس فكر زين يا ولدي فكر زين يصير خير إن شاء الله عابد ايش ميال سنكني انت يا لسه ترياك وحالش ترياني وليش تابعني لين هني مازن انا ما تابع عنك عليش عرفك اني انا في بيت عمي انا لما روحت البيت لقيت خالتي مشغوله عليك وعلى طول جيتك هني وبعدين ترى هي اللي قالت لي انك موجود هني انا ما تابع عنك امي نعم خالتي خالتي يا مازن تخاف عليك ما يهدى لها بال ولا يغمض لها جفن اذا انت ما موجود في البيت الله يستر بس الله يستر مازن مازن اصبر شوي احرسني احرسني زين مازن 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 علامك ايش فيك ما ترد علي انا اكلمك علامك ما ترد علي ايش تبى هناك تكلت مخي لعيتني مازن ايش كنت تسوي بيت عمك
ايش تبالي؟ ايش تبالي؟ شيء بيني وبين عمي، انت ايش دخلك؟ انا ما دخلني شيء، بس شفت خالتي فرقانه عليه. قول لي مازن، ايش كنت سويت عمك؟ دخل ما في برد الحين اسولف. مازن هذا ذاتي، انا خايف عليك، حالك ما عايب مني. زين ايش تبى الحين؟ ايش المطلوب؟ ما مطلوب شيء. انت مطمن خالتي انك وصلت، خبرها ان شاء الله. تروم تفتح الباب، خل دخل. ما ساك الله بالخير. مازن انت جيت؟ جيت ما علامك راقد هني؟ خير يا ولدي، بشر ان شاء الله خير. صباح رباح، شرق دي داخل بشي. يلا صبحين على خير. تصبح على خير يا ولدي. أنا قلبي ما مطمن، الله يستر. أقول الحريس حريس نوارة. الله يخليك يا نوارة، والله أنا من غيرك ما أعرف إيش أسوي. وأنا بعد يا ياسر. الله يساعدني وأخليك أسعد إنسان في الدنيا. لا تسعدني أنا ياسر، أسعد ولدك، اسعد ولدك وفرح برجعتك. ايش قال لك؟ قال لي بيسافر. امه توافق انه يسافر؟ الله عاد ما اعرف، لكن نروح بيتصرف معها. كيف بيتصرف معها؟ اذا هي منعته كيف بيسافر؟ لا 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 لا، ما عليك ما عليك، بيسافر ومتاكد بعد. ايش اللي يخليك متاكد ومطمن؟ هذه امه وممكن تمنعه، بعدين طاعه الوالدين واجبه. لا من الناحية اطمن، بيسافر يعني بيسافر. صدقني يا يابا، أنا قصدي مصلحتك. بعدين مازن إذا سافر بيحافظ على أموالك. إيه نعم، وصدقني يا أخوي، أنا ما قصدي من السالفة هذه كلها إلا مصلحتك وبس. طبعا طبعا، وأنا متأكد من هذا الشيء، لكن مثل ما قلت لك، مازن مسافر يعني مسافر. ما دام إنك مطمن، عيل مبروك. الله يبارك فيك يا أخوي يا علي يا الشمي. هذه هي الأخيرة، أحسن واحدة فيهن يا الشمي. بيسة بيستين، ثلاث بيسات، أربع بيسات، خمس بيسات، بس خمس بيسات. إيش هاي الحالة والله؟ إيه لقيتك يا الملعونة تجيني. ها زين، بعدين بيسة بيستين، ثلاث بيسات، أربع بيسات، خمس بيسات، ست بيسات. إيش هناك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا مازن. أشوفك يعني من وقت اليوم. وأنا من قال لك رقدت البارحة الليلة ما راقدت، ما عرفت ايش اسوي، قلت امشي الدكان احسن. لا والله علمك مازن، ما اعرف قلق. المهم ايش عندك؟ ايش قاعد تعد وتحوسب؟ جالس اعد البيس مالي. بيس زين. كم بيسه؟ ست بيسات. بس ست بيسات وهالك عمرك وبهذه اليد؟ بس زين، انا بسير عندك الحين. انتبه، بسير عندي شغل، باخذ لوز وبسير. خذ لوز. يلا صرت عنك مازن. اياك، انا ما اعرف ليه متى بتم على الحاله هذه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ناس ما شفتوا ريلي؟ يا ناس ساعدوني، ما شفتوا؟ يا
لا تقولوا لي ما شفتوا ريلي. انا شفت نوارة. انا شفته؟ هو البارحة كان هني هني في السوق؟ في السوق حتى انا ما جايب لنا بعيوني هاي ياسر. ياسر حتى ما تصدقين نشدي حمزة نوارة. مازن خير نوارة؟ في شيء؟ اسأل عن ياسر، شفته؟ لا ما شفته. خير صار شيء؟ مازن ليش تكذب؟ وكان هني البارحة كيف بعد؟ إيه صح البارحة شفته هني. هذا كان ياسر؟ لا والله تخلي نفسك ما تعرف. عابد وبعدين معك؟ لا تحاول تخبي يا مازن، أنا عارف الريال ما يريد لي البيت. حقه مازن، ليش تخبي انت؟ ترى هي عارفة. أنا اللي أريد أعرفه هو ليش ما يرجع البيت؟ لو مو بعشاني عشان الولد على الأقل. المهم نوارة تبين شي بدك؟ شي في خاطرك؟ شي ناقصك؟ مازن أباك تبيع لي هذا البنجري. من عيني نوارة، بس أنا مالي في الذهب، أنا ما أعرف ثمنه بالضبط. خلنا ننتظر عم يابر لما يوصل وبنسأله. يا الله يا الله بصباح خير. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. مازن يا ولدي، الولد هذا للحين راقد. مازن أنا روحي قايمة من الرقاد متأخرة اليوم. يا ترى هين صار؟ يكون صار السوق أو صار عند عمه؟ بس هو وعدني خبرني هيش استوى بينه وبين عمه. يا ناس عمي يابر يقول إن السفرة قريب، وأي واحد منكم شايف نفسه قادر يروح وسجل اسمه عند عمي يابر. إنزين كم مدة هالسفرة؟ أنا ما أعرف، سألوا عمي يابر. إذن كم نفر يبون؟ أنا ما أعرف، سألوا عمي يابر. زين كم بتعطونا فيها؟ أنا ما أعرف، سألوا عمي يابر. ويوم إنك ما تعرف ليش ميمعنا هني؟ أنا أنادي وبس وما أعرف شيء. يعني عمك يابر هذا ما قالك المعاش كم؟ ما أعرف. خذوا إيش فيكم؟ ليش سكتوا؟ عمي يابر كيف هالرحلة؟ كيف بعد هالرحلة؟ مثل كل سنة؟ لا هو يعني قصده إلى وين بتكون؟ إن شاء الله بتكون الرحلة هذه إلى الهند. زين وكم مدتها؟ هاي السفرة مدتها 6 شهور. 6 شهور؟ اللي يعيبه ويبى يسعد أهله ويكون نفسه يسجل اسمه، وترى الرحلة بعد أسبوع إن شاء الله. وهاي أنا قلت لكم وانتوا عاد برايكم. زين هين نسجل أسامينا؟ سجلوا أسماكم عند المعاونين هدوان وعلوان. نعم عمي نعم. الله يلا اللي بسجل. يلا تعالوا مجموعة، تعالوا هنا، تعالوا هنا، تعالوا. قم. اسمك؟ أهلا بنوارة. حي الله بنوارة حارتنا. حي الله. هين ياسر يا يابر. ياسر؟ أيوة ياسر، ولا ما تعرف؟ كيف ما عرفه؟ لكن ما ندل هين يكون الحين. كيف هو ما يشتغل عندك؟ يشتغل معي صحيح كلامك، لكن أقول لك ما عرفه هين يكون الحين. بس الشغل هذا اللي هو فيه كله سفر. زين ترى هو عنده يومين في الأسبوع يقدر يجي البيت. عيال ياسر ليش ما يرجع البيت؟ ليش؟ وأنا إيش دراني ليش ما يرد البيت؟ يمكن البلاد اللي سافر لها لقى فيها بيت أحسن من بيته. إيش قصدك؟ وبعدين أنت من كلمك؟ الرجال ما يقصص. أقول لعمي بسألك بس شوف لي هالبنجري كم يسوى كم قيمته؟ هات مازن ما بيعه. أقول نوارة إذا رجع ياسر سلمي عليه. أنا أكرهكم أنتوا الاثنين. عمي يابر ماشي ولا بيسه؟ ايش تبغى بعد انت الخبلة؟ انا ما ابغى بيسه. ايش تبغى عيل؟ عمي انا ابغى اسافر في اللينك. وليش تبغى تسافر؟ عمي عشان اجيب فلوس وايد، وعشان
أعرس. زين شو يسجل اسمك؟ عمي هاي ما بيطيع يسجل اسمي، أنا أعرفه. زين هي ايش رايك انت تجلس هنا عندي وانا اعطيك بيسه في اليوم وبزوجك احسن بنت في الحاره؟ ايش قلت؟ صدق عمي ولا صدق؟ انا بعرس ولا انا بعرس لك يوم يا ظالم، لك يوم. بديت انت عاد بديت على صداع الراس علي. نزل عليك البحر تشوف اللج. يلا تفضل يصدع لي راسي هذا الحص. قول عمي. مازن حقي ايش سويت؟ قلت حال امك؟ بصراحة ما قلت لها عمي، ما عرفت كيف اقولها. ما يستوي يا مازن يا ولدي، ما يستوي، ما شي وقت قولها. ان شاء الله يصير خير، بحاول اقولها. بسرعة لا تتأخر وايد. على خير ان شاء الله. ما تسمعيني اقول لك على هين سايره؟ بيت خالتي. ومن خالتك هذه؟ خالتي اصول. خبرتي ابوك؟ لا. عيل اليوم ما خبرتي ابوك؟ ليش سايره؟ انا وابوي متفاهمين، وبعدين ما انت اللي تتحكمين فيني. واذا جاء ابوك ايش اقول له؟ قولي له اي شيء، اي شيء. زين بقول له ترى ابوك ما يكذبني. انا ما احبك، اكرهك. بس عين انا احبك واموت فيك ومتولع فيك. انت ايش تبين مني الحين؟ خليني. زين يا اخي بنشوف انا ولا انتي. ما على هين مازن، هين صرت يا ولدي؟ صرت افتح الدكان. عابد ما فتح الدكان. عابد فتح الدكان، بس اني اطمن عليك. انا كنت سايره مبوني ادور عليك يا ولدي. ما انا جاي بكلمك في موضوع. موضوع ايش هناك يا مازن؟ ما يستوي هنا، خلي داخل احسن. تكلم على راحتنا، تفضل. تفضل يا خير يا ولدي. هيش الموضوع اللي تبى تكلمني فيه؟ الدكان. هيش في الدكان؟ ما السوق حاله نايم، ما حد يشتري، واذا حد يشترى بالدين. هيش يعني؟ يعني هذا الشغل ما يعيشني لانه دخله بسيط. انت هيش تبى تقول بالضبط؟ ما انا بصراحة متردد اقول لك. انت تبى تبيع الدكان؟ لا. عيل هيش تبى؟ انا انت هيش تكلم؟ انا بسافر. لا لا تسافر يا ولدي يا مازن. ما هدي نفسك، هدي نفسك. كيف هدي نفسي؟ كيف أهدي نفسي وتقول بتسافر؟ ما في حل غيره. لا في حل. هذا الدكان، الدكان موجود، إجلس فيه. يا أم الدكان ما يكفي، أنا بعرس. تعرس؟ خولة عمك، عمك قال لك سافر. لا أنا اللي قلت بسافر. بتسافر، بتسافر يا ولدي؟ لا يا مازن، لا السفر، لا لا. ليش يا أبو؟ ليش لا؟ السفر؟ البحر؟ أبوك هنا، أبوك هنا من يوم ما سافر وانت عمرك 5 سنين ما
صارت وتقول بتسافر بتسافر. لا لا لا، بس هذه فرصتي يا أمي وما ممكن تتكرر. حتى أبوك قال هذه فرصتي وما ممكن إنها تتكرر. وكني أشوفه قدامي. وصول وصول هذه السفرة فرصتي، فرصتي ولا يمكن تتكرر. يا عبد الله لا تسافر، أنا قلبي ما مرتاح من هذه السفرة. يا حرملة عن الشيطان وذكر يالله. لا إله إلا الله ألف مرة، بس أنا خايفة. من إيش خايفة يا وصول؟ هذه ما المرة الأولى اللي أسافر فيها، أنا طول عمري أسافر قبل أخذك. بعدين أنا ترى ولد بحر، لا أنا غريب على البحر ولا البحر غريب علي. أنا عارفة هذا الشيء، بس هذه المرة ما أعرف، ما أعرف ليش خايفة. يمكن عشان مازن. مازن؟ إيش في مازن؟ مازن ما شاء الله عليه ريال، ما ينخاف عليه. اسمع مازن، أنا ترى أباك تسوي مثل أبوك، صقر ما ينخاف عليك. لا تطلع شروى أمك، تخاف من ظلته. عبد الله هذا ما وقت مزاح، أنا أباك ما تسافر هذه المرة. أنا خايف، خايفة. لا تسافر هذه المرة، والمرة الجاية سافر على كيفك. وصول وصول هذه السفرة فرصتي، فرصتي ولا يمكن تتكرر. وهنا أبوك، هنا أبوك يا مازن، سافر وما رد. عشت يتيم وربيتك وسهرت الليالي ودموعي على خدي، والحين لما كبرت تبى تسافر وتتركني. لا لا يا مازن لا. يا أم الدنيا فيها الخير وفيها الشر، والأمل موجود. الأمل، الأمل ضيعني وسط آمالي الحزينة اللي عشت فيها علشانك، واليوم تبى تتركني، تبى تتركني لما كبرت وصرت محتاجة لك. أمي أنا خلاص، أنا قررت وعزمت إني بسافر. يا ولدي لا تسافر، لا تسافر أرجوك، خلني أرتاح من لهيب الشوق، خلني أرتاح من السهر. تصحي جرح قديم في قلبي. أنا يا أمي. يا ولدي، يا ولدي خلني أرتاح من قسوة الأيام، خلها النيران تهدف وسط قلبي. أرجوك أرجوك لا ترجعني لحزني. أنا اللي أرجوك يا أمي، أرجوك تساعديني، لا تعذبيني بكلامك هذا. ادعي لي، ادعي لي يا أمي إن الله يوفقني. أنا خلاص، أنا معزم على السفر. خلاص خلاص، سير سير يا مازن، سير 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 سير، سافر سافر. ما علامك؟ قولي لي شيء، ادعي لي. صحيت الماضي الأليم في قلبي، صحيت الماضي الأليم الحزين في قلبي يا مازن. يا زمان
خولة. خولة ايش فيك؟ تمرين علي وما تسلمين؟ ما خليت بالي. ما خليتي بالك ولا عشان بسافر؟ وانت ايش اللي خليك تسافر؟ انتي. انا؟ ايه علشان اتزوجك واستاهلك. ما زلت لا تسافر. ليش ما سافر يا خولة؟ وبعد انتوا ليش خايفين؟ ما في حل غيره. الحل ان احنا البعض ولازم نكون البعض. بتوقفين في وجه ابوك؟ لا بس بنلاقي طريقه. لما نلاقي طريقه تنفع ولا ما تنفع اكون انا سرت ورديت. بس انت عمرك ما سافرت في البحر يا مازن. الله كريم يا خوله. وما دام اني احب امي واحبك الله بيوفقني. زين علشان خاطري لا تسافر يا مازن. ادعي لي. وزين اني شفتك قبل اسافر خوله. ما وصيك على امي. خالتي في عيني يا مازن. مع السلامه يا خوله. خوله. نعم خوله. خلي هذه معاك. هذا خاتمي خلي معك أمانة لين ما ردت. بشتاق لك وايد يا خولة. كل ايش اسوي؟ ما بيدين. هذا الزمن وهذا الحب يا بنت عمي. لحظة فرح تمر علينا. غصبا عني يا خولة. غصبا عني يا أعز الناس. ليش ما تكلمت هناك قدامه؟ وش تباني اقول؟ قولوا ان الاجر اللي يعطيكم اياه ما يسبكم. افا الحين تتكلمون من ورا؟ وش ما تكلمت انت؟ انا ما جالس مثلك. ما اعطاني وشويه بس انتوا رضيتوا خلاص سكتوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. والله عوض مرحبا. هات 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 ياكم. ان شاء الله عم مازن ان شاء الله. ايش اخباركم؟ الحمد لله. اياكم الله. مازن خير؟ نباك بخدمه شويه. ايش هناك بعد؟ نباك تكلم عمك يزيد اجرنا شويه. وانتوا ايش فيكم صغاره؟ حاج ما تكلمون انتوا؟ يا مازن انت اقرب واحد فينا لعمك ويسمع كلامك. احد كل ما شفتوني جيتكم هني عمك وعمك هلكتوني. يا اخي بينكم وبينه مشكله. كلموه قولوا له هارو. انت ما يحال. بس اسمع كلامك وين زين. كلامك اسمع كلامك. هاك عندكم شو حقكم؟ عايزانين عن انتوا. أنا اللي فيني كافيني ترى. ولا تطروا لي عمي بر. إن شاء الله. أحسنت عوض. خلف مال الله. إيش في هذه؟ السلام عليكم عمي. مازن. أوه مازن. عابد. هين عابد. ايش تفكر؟ لا ماشي. كيف ماشي؟ والحين انا عاد ساعة واقف عدالك. انت ما شايفني. زين المهم ايش تبى الحين يخلصني؟ ابا بيسع. عافني بيسع مازن. بيسع وحدة بس وحدة. عابد الحين عاد ما وقتك البر. قم 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 عني. قم. زين ما بيسع ما بيسع ما بيسع خلاص. ايش تبى خلصني؟ صحيح انك بتسافر؟ بسافر. عندك مانع؟ لا ما عندي مانع. بس خالتي. خالتي بتخليها وحدها؟ خالتك الله معاها.
وبعدين انت بتكون في الدكان. مازن ارجوك ارجوك لا تسافر وتخلينا وحدنا انا وخالتي. حابت انت ايش قاعد تقول؟ انت بدل لا توقف معي، بدل لا تساعدني وتشجعني وتقنع امي، يا تقول انك لا تسافر؟ يا مازن اللي مثلك ما حال بحر، اللي مثلك حال دكان، حال تجاره، صدقني. سينو والسفر تجاره؟ صح تجاره، بس تجاره غيرك انت. تجاره عمي يعني تجارتي. مازن والله انت طيب، عمك هذا ما شغل لك الا المحتاج لك، ولو حصل واحد بدالك كان ما يابك. لا ما اعتقد، وبعدين عمي يباني اكون نفسي. تكون نفسك؟ والله انك مسكين يا مازن. خلاص سك الدكان، سك الدكان، خلنا نروح، الكلام ضايع معك. ولا اقول لك انا بصير عندك. يلا مع السلامه. خير يا ولدي، ايش فيك؟ يا عمي ما فيني شيء. كيف ما فيك شيء؟ وانا اشوفك قاعد تفكر وشايل هموم الدنيا على راسك. انا بسافر، امي ما راضيه. وهذا يعني اللي مزعلنك يا ولدي؟ امك اذا ما رضت من حقها، لانك انت الحلم اللي تحقق لها. بس يا عمي أنا لازم أسافر عشان أعيش. يا ولدي راضي أمك واقنعها، ولو أني أنا متأكد أنها ما بترضى بسهولة. ليش عاد؟ لأنها يا مازن أمك فقدت أبوك في البحر، وربتك وسهرت عليك الليالي إلى حد ما كبرت، والحين ما مستعد تضحي بك وتخسرك انت بعد. بس يا عمي انا لازم اسافر، لازم. حتى ابوك قالت له نفس كلامك هذا، وكاني الحين قاعد اتذكره. عمي انت تعرف ابوي؟ ايش اقول لك ولا ايش؟ كفايه اقول لك لو ابوك باقي وعايش كان لا صار ولا استوى كل هذا في البلاد. بس عمي انت تعرف يا ولدي ليش انا جالس هني وما سير مكان ثاني؟ ليش؟ لاني ما عندي بيت. وين بيتك؟ بيتي خذ عمك بظلمه وقسوته. ليش؟ لاني تاخرت في سداد الدين الذي علي. وهذا الدين يخلي عمي ياخذ بيتك؟ خذ بيتي وناوي يطردني من البلاد. لولا أمك وقفت له واصبح لي تراني جالس في السوق ذي. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا يطلع من عمي؟ وأكثر يا ولدي أكثر. بس اللي أبا منك يا ولدي إنك تحاول تراضي أمك وتحاول تقنعها، ولا تزعلها يا ولدي، لا تزعلها. ان شاء الله ان شاء الله يا عمي. مازن انت هني؟ اسرد، انا قاعد تدور عليك، حيدك وراي. انا قاعد شوي مع عمي هني. ايش تبغى؟ خلنا نروح. يلا خل. على السلامة عمي. يلا مازن. هلا علي. بغيت اسالك شوي. اسال. خير؟ صحيح انك مسافر باللينك اللي راح الهند؟ صحيح، سمعته صح. زين بس كيف تخلي امك بروحها؟ يعني انا عارف انك انت محتاج فلوس، بس هذا ما يخليك تخلي امك بروحها مسكينه. وانت من عينك وصي على امي يا علي، لا تخاف على امي.
لا انا بس بغيت اتاكد منك بس. لا والله تتاكد ها؟ بغيت اتاكد بس. وانت ايش يخصك؟ وش انت وش؟ اصلا كل سبب انك انت يا الملعون. انا جبان انا جبان يا مجنون الحاره. انا جبان جبان. استحي جبان استحي بس تهرب قبل فيزر. لا تخلص بس ما عليك ما عليك يا عبودو. السوق له كبير. شوف ايش بسوي فيك. انا السوق له كبير. الله كبير ما عليه منك. الله كبير تسمع؟ لو خلني عليه ولو خلني عليه شويه قاعد يتهز هو سبب البلا كله وبعده يتهز. ايش حيلتك عليه؟ قلت لك قدرني ما عليك ها بتشوف ايش بسوي به. يا ريات اكثر من رايحات ولا براويك. زين نشوف. يلا مش خير يا بنتي؟ أنا مش أبته. ما شيء يا أبوي، بس تعبانة شوي. ليش يا بنتي؟ شيء عورك؟ لا يا أبوي، ما عورني شيء. يمكن قلبها مقبوض ويعورها. بس هي أشوف من عند الباب. طيبة، حلامك أنتي؟ في عندك؟ ما شيء، ما شيء. هلا خالتي. تفضلي يا خالتي. من هناك عند الباب يا بنتي؟ من هذه؟ خالتي أصول. خير إن شاء الله. هذه ايش يا ابني من صباح الله خير؟ خير. وهيش تبى يا الحين؟ هذه ايش تبى؟ ما ندلع. تفضلي يا مازن. تفضلي تفضلي. تفضلي يا خالتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله حي الله مازن. تفضلي استريحي. أنا ما يا أتفضل يا يابر. خير إن شاء الله يا مازن. إيش صاير بعد؟ ما نحي سوي نابت شيء؟ بعدكم ما سويتوا شيء؟ حقنا طيب ما سوينا شيء يا مازن. مازن اللي تبغى يسافر بلنشك يا يابر. أنا ما أبغى يسافر، بس هو اللي يبغى يسافر. إيش أسوي بي؟ أنت اللي جبرت على السفر. أنا؟ لأنه يبغى يتزوج خولة وهو فقير وانت غني، صح ولا انا غلطانه؟ لازم غلطانه. لا ما غلطانه يا يابر، ما غلطانه. زين يا مازن، هو كيف يبغى يتزوج وما عنده فلوس؟ انت لا تتدخلين في هذه الامور. ها يا يابر، نسيت ابوه؟ نسيت عبد الله؟ لا ما نسيت، بس نصيب أبوه من العز اللي أنت عايش فيه الحين. هذا مهر بنتك وهذا البيت اللي أنت فيه الحين يا يابر. مازن أخذ حقه وزيادة، وكفاية أني ودرت لكم البيت وما فيه، وهذا البيت لا تتكلمين فيه مرة ثانية. هذا البيت لا يمكن ننساه، أما هذاك البيت فما يكفي. والله هذا اللي عنده. انت لا تتدخلين. واتفاقك مع عبد الله الله يرحمه لما كنت تقول ان مازن لخوله وخوله المازن، نسيته بعد؟ لا ما نسيت، بس مازن كيف يقدر يتزوج وهو ما عنده شيء؟ وبعدين انت ليش ما تخلينه يطلع يسافر يشوف الدنيا؟ ابو قبله صار يشوف الدنيا يا يابر، وللحين ما رجع. ما رجع يا يابر. ها ابوه؟ نعم أبوه، وأنت السبب، أنت السبب يا يابر. مازن ما لازم يسافر، منع يا يابر. أرجوك يا يابر، أرجوك قل له أي شيء، قل له أي شيء، قل له ما شيء مجان. لا تخليه يسافر، لا تخليه يسافر يا يابر أرجوك. أنا ما أقدر أمنع أي حد عن السفر، وكل واحد حر بنفسه. حر؟ نعم حر. حرام عليك يا ظالم، حرام عليك يا ظالم. الله على القوي، الله على القوي، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خولة، خولة، خولة. علامك خير؟ صارحيني، ليش تبكين؟
حرام عليك، حرام عليك اللي تسوي في خالتي. ايش تبيني اسوي؟ لا تخلي مازن يسافر، قول له ما شايلك متشان. يا بنتي ما يستوي، ما يستوي الوليد روحه يبي يسافر طربان حال السفر، وبعدين تراه هو يبي يكون نفسه بعد تراه مثل الوادم، وكلها يا بنتي علشانك انتي، علشان اشوفك انتي احسن انسانه في هالدنيا. بس مازن عمره ما سافر في البحر ولا يعرف شيء في البحر. وانتي عاد خايفه عليه؟ لا تخافين ما بيصير له شيء، هذا مثل السنور بسبع ارواح. سمعت؟ سمعت يا ابوي؟ سمعت ايش تقول؟ يا بنتي ما تقصد عمتك، ما تقصد. وبعدين ترى مازن مبروحه، معاه وادم، معاه بحاره ونواخذه، ناس عارفين البحر ومكونينه، ما عليه باس يا بنتي، علامك الله يهديك. زين وخالتي من بيكون معها؟ خالتك معها هاك عبود، ذاك المينون، هاك الخبله، وهاك البغام بيكون معها. علامك يا بنتي الله يهديك. وبعدين نحن ترى كنا معها ما بنقصر فيها، وانتي كل يومين كي ثلاث بس تجي تزورينها وبتطمنين عليها. هدي نفسك يا بنتي ولا تزعلين روحك. خلا قومي 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 تريقي معنا، يلا قومي تحركي ان شاء الله. يلا خلا يلا خطفي. طيب انتي خطفي.